سلمى، مو بس طريق المطار كان ولعان صباح اليوم، ساحات الوطن كلها كانت مبارحة ولعانة. الحماس والفرحة بقلوب كل السوريين كانت موحدة في جميع المحافظات. مبارح كانت الإخبارية عم تغطي على مدار الـ 24 ساعة من الصباح لانتهاء المباراة، وبعد انتهاء المباراة كنا منتشرين بجميع الساحات لنغطي الفرحة، لنغطي يمكن قلوب السوريين اللي توحدوا ليدعوا لنصور سوريا. وفعلا كان في انتصار، كانت اللعبة جدا قوية. لما تسجلي جولين على منتخب قوي مثل إيران فهذا بحد ذاته إنجاز. إن شاء الله نتأهل، لو ما تأهلنا هذا هو انتصار. كمان بوجه تحية لكل كادر الإخبارية مبارح اللي كان مستنفر طوال النهار، لزميلتي ماتيلدا كربوج ونيرفين عمار، ولإلك سلمى كنا متواجدين بجميع الساحات لننقل بالصوت والصورة فرحة السوري. أكيد نور، مثل ما قلتي كادر الإخبارية السورية مبارح كان على أتم الاستعداد، ما كان في فرق بين قسم السياسة أو قسم الرياضة أو قسم المجتمع، كنا كلياتنا قسم واحد هو قسم تجزيع السوريين ونسور قاسيون يلي رفعوا راسنا عاليا. كل الشوارع كانت عم تهتف بقلب واحد، سوريا نسور قاسيون ودير الزور. هذا النصر الكبير يلي أهدونا إياه أيضا أبطال الجيش العربي السوري. مبارح تشرفت نور بلقاء إحدى الصبايا من دير الزور اللي إجت على كرسي لحتى تكون متواجدة بقلب ساحة الأمويين وتشجع نسور قاسيون. ما في أحلى من هي الفرحة. الشكر موصول لكل الفنيين وكل المصورين يلي تعبوا ساعات من العمل، ما نزلت الكاميرا من على كتفهم، ساعات من الهواء. ايضا للمخرج في الكنترول معنا، وايضا كان مخرج البث المباشر مبارح الاستاذ سومر، وايضا والمدير الفني مدير المحطه، جميع القائمين في الاخباريه السوريه يعطيكم العافيه شباب. نحن رح نبقى مع اجواء الفرحه يلي اهدونا اياها نسور قاسيون لما توحدت قلوبهم وتوجهت الانظار يوم امس نحو ملعب ازادي بايران، ومع هدف عمر السومي بالدقيقه 92 حافظ منتخب سوريا على آماله ببلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم بتعادله مع منتخب إيران بهدفين لهدف. أكيد سلمى ليحل في المركز الثالث لترتيب المجموعة الآسيوية الأولى ليلاقي منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم. بالتأكيد إنجاز رياضي كبير وفرحة عامة جميع المحافظات السورية. هالتعادل مع المنتخب الإيراني اللي راح يحكي لنا عنه بشكل موسع كابتن منتخب سوريا سابقا واحد اللاعبين اللي سجلوا الأهداف الأكثر مرة في شباك المنتخب الإيراني الكابتن ماهر السيد. يسعد صباحك ونحن سعيدين بوجودك اليوم. صباح الخير لإلك ولجميع المشاهدين. يسعد صباحك كابتن ومبروك. صباحك يا أهلا، الله يبارك فيك لي. يعني كابتن خلينا نبلش من تقدمنا مبارح بالنتيجة بداية، وبعدها تلقينا هدفين ليحرز عمر السومة هدف التعادل بالوقت بدل الضائع للمباراة. يعني سيناريو مجنون شوي. صحيح. كيف كانت المباراة؟ كيف كانت متابعتك أيضا مو بس كسوري، كرياضي وككابتن بالمنتخب سابق؟ والله يعني مثل ما تابعت كل الناس وكل السوريين وحقيقة كل العرب هاي المباراة، كنا يعني عم ننتظر هذا الإنجاز الكبير للاعبيننا وللكادر الفني والإداري اللي مبارك لهم ألف مبروك على هذا الجهد الكبير. المشوار كان كتير طويل ليصلوا لهي المباراة. مثل ما بنعرف المنتخب الإيراني منتخب كبير، يعتبر من أفضل المنتخبات على القارة الآسيوية، خاصة بالتصفيات الأخيرة المؤهلة. مثل ما بنعرف ما تلقى أي خسارة أو أي هدف إلا مع منتخبنا مبارح، الحمد لله رب العالمين. قدروا أنه يبلشوا المباراة لاعبيننا بتركيز عالي، خلاهم أنه يسجلوا مثل ما تابعنا من ضربة حرة مباشرة قدر يسدد عمر السومة، تابعه تامر حاج محمد. كانت متابعة رائعة بالنسبة للاعب خط وسط أنه عم يتابع أمام المرمى. خف التركيز عنا من خلال المباراة، تعرضنا لبعض الأخطاء اللي ارتكبوها دفاعنا بشكل عام، ما في لاعبين يعني اذكر اسمائهم، بشكل عام الخط الدفاع بشكل كامل قل التركيز عندهم بالهدفين اللي شفناهم، بعض الفرص للمنتخب الإيراني. لكن مثل ما حكينا قدروا يسجلوا علينا هدفين، قدرنا نرجع بالدقيقة 93 عبر الهداف، يعني هلا يعتبر أفضل لاعبين بالنسبة إلى قارة آسيا، وإن شاء الله بياخذ جائزة أفضل لاعب بآسيا هو عمر السومة. قدر يحقق الهدف التعادل بالوقت القاتل ليخلي سوريا مثل ما حكينا بالملحق الآسيوي ويفرح كل السوريين اللي شفناه مبارح حقيقة مو بس بدمشق بجميع المحافظات. شيء رائع، شيء من زمان عم ننتظره احنا كسوريين هاي الفرحة. مثل ما بنعرف جميع دول العالم هي كرة قدم بتوحد، وهذا اللي شفناه مبارح. كرة القدم بحاجة لدعم أكبر
وأكثر من قيادتنا الرياضية والسياسية مو خلف المنتخب بجميع الألعاب. السوري الحقيقة بجميع المجالات متفوق وخاصة بالرياضة. يعني أنا إلي طلب وخاصة اللي إحنا على الهواء مثل ما ندعم الفن وأخذ حقه وبيستحقه هذا الدعم من قيادتنا، كرة القدم بحاجة لدعم أكبر مو بس وقت نحقق الإنجاز، بدنا دعم مسبق من خلال من المعسكرات، تنظيم الدوري بشكل أقوى لحتى يفرز هاي النتائج اللي شفناها مبارح، هو يعني نتائج المنتخب. دوري قوي، منتخبات فئات كلها قوية بتقدري تحققي المطلوب، وهي الفرحة بتضل على طول إن شاء الله. مو بس هيك، لما عم نقول إنه هيدا الإنجاز بظرف استثنائي وإمكانيات صحيح استثنائية صحيح. نحن عم نواجه منتخبات عالمية، فهاي بحد ذاتها إنجاز فتحية لنصور قاسيون اللي إن شاء الله يا رب يتموا محلقين لكأس العالم. خليني نحكي بشكل أوسع عن اللعبة، خليني نحكي كان في يمكن نقطة ضعف للمنتخب هي الكرات الثابتة ومن خلالها سجل صحيح المنتخب الإيراني هدفين. هذا اللي بيمتاز فيه المنتخب الإيراني هو الكرات الثابتة. احنا إبراهيم عالمي كان من اللاعبين المميزين بجميع المباريات، لكن امبارح كان مميز جدا برأيي، من أفضل اللاعبين اللي كانوا بالمباراة هو عمر السومة طبعا، وجميع اللاعبين وجه لهم كل التحية. بس المميزين اللي كانوا يعني إبراهيم عالمي، عمر السومة، محمود المواس، في تقل وفي خبرة بنشوفها بهي المباراة من هدول اللاعبين. طبعا كل التحية لجميع اللاعبين مشان ما حدا يزعل او يقول انه ما قصروا جميع اللاعبين. اللي يمتاز فيه مثل ما حكيت المنتخب الايراني هو الكرات العرضية، مثل ما شفنا الركنيات اللي صارت، عدة ركنيات كان في علينا خطورة، عدم التمركز الجيد من لاعبيننا. يعني مثل ما حكيت بداية حديثي هو التركيز، مين بيكون مركز اكثر بهيك مباريات، ما بيكون متوتر كلاعب هيك أجواء، مثل ما شفنا أكثر من 80 أو 90 ألف حاضر بالمباراة، هذا بيعمل ضغط على لاعبيننا، بيصير في عمل شد عصبي أيضا اللي تعرضوا له. يعني إحنا 23 مليون كانوا كلهم على حتى على مواقع تواصل اجتماعي في ضغط كان كبير، حتى على المستوى العربي تماما، المستوى العربي يعني كله عم يتابع المنتخب. لكن لازم نقول إنه في كان نقطة إيجابية بإنه كسرنا رقم قياسي عالمي للمنتخب الإيراني، وسجلنا بمرمى المنتخب بإيران بعد 1122 دقيقة ما أطلقت شباك إيران هاي الأهداف، لكن إحنا قدرنا إنه نسجل هاي الأهداف. هاي نقطة إيجابية أيضا، نقطة إيجابية لأنه الحالة الهجومية عنا كتير رائعة. هلأ أنا برأيي اليوم لازم ننسى الفرح، نبلش شغل، لأنه المباراة القادمة مع منتخب كبير، منتخب يعتبر على المستوى العالمي بأدائه بلاعبينه المحترفين، ما معنا وقت، معنا المباراة بعد شهر، المباراة يعني مبارتين ذهاب وإياب، ما بنعرف أرضنا وين لح يختاروها. بتمنى أنه نختار المكان المناسب لحتى جمهور السوري يساند المنتخب ونشكل عامل ضغط. كنا نتمنى تكون قريبة مثلا بلبنان، لأنه بتلاقي يمكن أكبر نسبة من السوريين ممكن يكونوا متواجدين. شخصيا من خلال الشيء اللي قدمناه للمنتخب والشيء اللي صار معنا، إن كان بالسفر أو بالخلال لعبنا بأرض الدول العربية، أنا برأيي هو لبنان كبلد أنسب شيء لمنتخب سوريا، خاصة مع المنتخب الإسترالي. ممكن أنه ينسمح للجمهور أنه يدخل يشجع منتخبه، ممكن أرضية الملعب تكون بتساعدنا، نفس الأجواء، نفس الأجواء هي، هي نفس الأجواء. لبنان مثل سوريا قريبة علينا، جمهور بيقدر يحضر، الجمهور اللي بلبنان جمهورنا السوري ممكن يتواجد، نساند المنتخب من خلال هاي المباراة. بقى طالب أنا إذا في عنا الإمكانية أنه نلعب لبنان بيكون الأفضل. يا ريت نتمنى مشان نقدر كمان نكون موجودين نحمس وندعم المنتخب الوطني. خلينا نحكي عن الهجوم، يعني المعروف عن المنتخب الوطني ما كان يستسلم أبدا، يعني دائما عنده ردات فعل بالهجوم لا يحاول بأشد يمكن الوسائل أنه يسجل هدف على المنتخب المقابل مين ما كان. يعني النفس ما كان أبدا ينزل، يعني بتلاقي في حالة هجوم مستمرة عند المنتخب الوطني. هلا بشكل عام فنيا اذا بدنا المباراه، في بعض الامور اللي صارت، يعني الفنيين او اللاعبين او المدربين اللي عم يحضروا بيعرف اكثر، ملم اكثر من الجمهور. في بعض الاخطاء اللي صارت، انحال بالحاله الدفاعيه او بالحاله الهجوميه،
لكن بالمجمل الحالة الهجومية عند منتخبنا رائعة. نفسها عالي بتواجد عمر خريبين وفي راس الخطيب وعمر السومة المثلث الذهبي ومحمود المواسم، بتعطي هالة كبيرة، هدول الأربعة هالة كبيرة للمنتخب، بتعطي رهبة عند الخصم لأنه اللاعبين عندهم حلول، عندهم حلول فردية، يعني ممكن بأي وقت ممكن لاعب من هدول اللي ذكرتهم الأربعة يقدر يسجل، يعمل فرق، يعمل صناعة هدف اسيست، يعني مثل ما شفنا مبارح مارديك البديل اللي نزل قدر يعمل باص واسيست رائع للسومة. المباراة بطلوها باللحظات الأخيرة صحيح. يعني حتى المباراة السابقة مع قطر بآخر نفس الجول صحيح. هي لحالة الحالة الهجومية عناها رائعة أنا برأيي شخصي بوجود هدول اللاعبين، حتى البدلاء، في بعض اللاعبين البدلاء يمكن ما شاهدون الجمهور، كمان لاعبين مميزين مثل فهد اليوسف، يوسف ألفا، هدول كمان بيعملوا فرق. بقى الحالة من الوسط للهجوم رائعة جدا، بس بدها تنظيم أكثر بالمباراة القادمة، تنظيم أكثر طريقة اللعب، كيف نلعبها ضد المنتخب الإسترالي، هذا الهم والاهتمام هلا، لأنه مثل ما قلت في منتخب كبير، منتخب له إمكانياته وله وضعه على مستوى قارة آسيا، عنده لاعبين محترفين بأغلب الدوريات الأوروبية. من هلا كأول مرة أنت ما بتعرف الفريق اللي مقابلك، يعني كيف؟ لا هلا ممكن نشاهده، ممكن ندرسه، بس أول مرة نلعب اللعبة كيف بيكون؟ نلعب ضد منتخب استراليا بهيك أدوار مؤهلة لكأس العالم. من هلا برأيي أنا ما معنا الوقت الكافي نوقف من اليوم، نرتاح ونبلش تدريب. الجهاز الفني والإداري هو أدرى بهذا الكلام، نبلش شغل على هذا الدور طبعا. اللي كتير هو حاسم ومهم. أكيد كابتن، كمان المباراة جرت بملعب أزادي بطهران، سبق وحضرتك لعبت بهذا الملعب وأيضا مع إيران، ممكن سجلت مرتين. يعني مبارح حضرتك عم بتتابع، ويمكن أكيد شعور مختلف بالنسبة لك، وخصوصا أنك لاعب بنفس الملعب ومع نفس المنتخب، كيف كان الشعور؟ بس مختلف الأسماء، مختلف الأسماء، بعض كيف كان الأسماء الشعور؟ مختلفة بعض الأسماء، شعور يعني مثل ما حكيتي، يعني اللاعب وتتفرج إن كان لعبان أكثر من مرة، تقريبا لعبان أنا حوالي 8 مرات ضد منتخب إيران بأسماء الكبيرة، يعني اللي منعرفها الجمهور السوري اللي حافظها، علي داي وعلي كريمي وخداد عزيزي، هدول الأسماء اللي عملوا إنجازات على المستوى الإيراني خاصة من خلال كأس العالم. المخرج عم ينقل لنا اسم احد اللاعبين، مهدي بدكيان، مهدي فلازم مشان ما ننسى حدا، وكريم باقري، هذول الاسماء اللامعه على المستوى الايراني، طبعا ابرزهم هو علي داي اللي بصراحه الجمهور ما بينسى لانه مسجل علينا كثير على منتخب سوريا. طبعا مثل ما قلتي حنين، بصراحه شخصيا يعني وبيني وبين نفسي تمنيت اني اكون معهم، لكن الشباب ما قصروا، لانه اي شخص بيتمنى يكون صحيح. حتى انتم تمنيتوا تكونوا بطهران، اكيد حابين نطلع كلياتنا نكون متواجدين. بقى الشيء اللي عملوا يعني بنقول لهم الله يعطيكم العافيه، انجاز انا برايي اعجاز بصراحه، بظل اللي حكيتي عنه انسه انه ظرف استثنائي وضع استثنائي، ما في الامكانيات الكبيره اللي نجاري فيها المنتخبات، مثل ما بنعرف المنتخبات كلها مكلفة ملايين مو دولارات. بس كمان انت كلاعب، يعني اللاعب الاسترالي بيكون عم يقبض هالقد، عرفت؟ ف يعني كل ما فيك تقارن، لما تكون في مقارنة في ظلم صعب للمنتخب صعب السوري، فضمن ظرف استثنائي وامكانيات استثنائية نحن عم نعيش حالة حرب. عدم تواجد اللاعبين كمان لأول مرة، عنا لاعبين هلأ لأول مرة أغلب اللاعبين محترفين خارج سوريا، تجميعهم صعب، لا يفهم مع بعض ويلعب، ما بتسمح الأندية انه هذا شيء متعرف بس عليه. بس اللي كانوا موجودين يمكن الاغلبيه ما هم محترف بنوادي برا، ولكن هنا محترفين بقلوبنا، يعني هذا لحاله بكفيهم وبكفينا. ما شاء الله الحماس عندك انت امبارح. ان شاء الله الله يوفقهم يا رب، ويعني الشيء اللي عملوه امبارح بالفعل مثل ما قلت انا اعجاز، فرحوا كل السوريين، الشيء اللي شفناه امبارح على جميع الشاشات السوريه وخاصه الاخباريه تغطيه مثل ما شفنا من كل المحافظات، الأفراح والاستقبال للاعبين، هذا الحقيقة بيستحقوا اللاعبين كل الشكر، والكادر الفني والإداري على رأسه الكابتن أيمن حكيم، الحقيقة الشيء اللي عملوه أكيد إعجاز وإبهار لكل الفريق، لكل العالم مو بس للسوريين، والشعب السوري بيستحق أنه يفرح، ونقول لهم ألف مبروك
والله يعطيهم العافية وما قصرتوا. الفرحة اللي زرعوها بقلوب السوريين كلياتها كافية. خلينا نحكي قديش في تحدي ومسؤولية مع المنافسة مع المنتخب الأسترالي. لما نقول منتخب أسترالي مثل ما قلت هو منتخب عالمي، عم تحكي عن أقوى المنتخبات على مستوى العالم، حل يمكن بالمركز الثالث للمجموعة الثانية. يعني قديش فيها مسؤولية وتحدي، وقديش فعلا مثل ما قلت ما في وقت. ما في وقت. لازم انا والله ضمنيا يعني شخصيا كنت بتمنى نلاقي المنتخب السعودي. فنيا ونظريا ممكن تكون اسهل شوي نوعا ما من المنتخب الاسترالي. طبعا هذا متشاؤم، الظروف والحظ هلا انه لازم نلعب ضد المنتخب الاسترالي، بده تحضير. اتمنى يمكن لاعبين اللي المحترفين ما راح يكونوا يمكن متواجدين، هي كمان تكون يمكن مشكله. هلا اللاعبين لاعبين المحترفين اغلبهم بده يرجع لانديتهم خلال هاي الفتره. بتمنى انا انه يلاقوا اليه انه اذا ما كان الدوري بعض الدوريات العربيه اللي لاعبينها محترفين فيها انه اذا ما بده يبدا انه اللاعبين نقدر نخليهم، لانه بتجميعنا للاعبين هاي الفتره من هلا لشهر بتفيد كثير، لانه المعسكرات المغلقه بتفيد لاعبينا. يعني انا كنت من خلال السنين الماضيه اللي كنت فيها بالمنتخب، تجميع المنتخب بيفيد، بيعمل ألفة، بيعمل محبة أكتر، بيعمل يعني تلاحم أكتر. حتى المدرب بيقدر يعطي أفكاره معه وقت الكافي. أما وتيجي اللاعب من نادي قبل المباراة بثلاث أيام اللي هو المتعارف عليه، حتى التدريب مع بعض، قرار من الفيفا أنه اللاعب بيلتحق قبل مباراة المنتخب بثلاث أيام أو أربعة أيام، بشكل عام منيحة. لكن التجميع هلا الطويل انه يضلوا شهر لمباراة استراليا، نقدر نعمل مباراة خارجية او مبارتين ودية، يكون المنتخب كله متكامل متواجد، بتكون افضل اكيد. يعني كمان كابتن خلينا نحكي هلا بعد لعبة استراليا شو في مواجهات قدام منتخبنا لحتى يوصل لكأس العالم، شو المنتخبات اللي ممكن تلاقي؟ طبعا باذن الله اذا الله وفقنا والله اكرمنا ووفق المنتخب واللاعبين ان شاء الله ما شاء الله بعد استراليا ونتاهل عن استراليا انه نحقق الفوز عليهم بالمبارتين ان شاء الله، نلعب مع رابع الكونكاكاف. التوقعات اللي بتقول يا بنما يا هندوراس، منتخبات مثل ما بنعرف يعني منتخبات كثير، يعني هدول مستواهم عالي مختلف عن قاره اسيا، في الى وضع ثاني وشغل ثاني وتكتيك ثاني، بس الوقت امتى ما بعرف يعني حاليا انه امتى بتكون هاي المباريات. لان نعرفه هلا لازم انه نشتغل على مبارتين استراليا، هذا الهم. في مواجهه جديده مع مدارس جديده فينا نقول للمنتخب، لهون مدارس جديده واداء مختلف عن الشيء اللي بنعرفه. لكن بالنهايه واسمه كاس العالم، كأس فلازم العالم. يكون في استعداد يليق بهذا باذن الله. وطبعا انا الشيء اللي شفته والحاله البارح الشعبيه وحتى على المستوى القيادي انه ما حدا حيقصر من هلا لمباريات استراليا. يعني كلياتنا ما نتكاتف، كل الشعب والمعنيين الاتحاد القيادة السياسية والرياضية لدعم هذا المنتخب خلال هاي الفترة. ما نفكر بس الدعم المادي، مو قصدي من هذا، الدعم المعنوي أوقات بيكون أفضل من الدعم المادي. طبعا الدعم المادي حتى لو ما هذا واجب للاعبين، بيستحقوا المكافآت الكبيرة. بس حتى لو صراحة ما توفقنا يمكن وما وصلنا، مجرد الوصول لهي المرحلة هو إنجاز الله. إن شاء الله نوصل، بس حتى هذا بحد ذاته إنجاز وانتصار للمنتخب الوطني السوري. مو لأنه منتخبنا نحن يمكن ما عم نكون حياديين، بس نحن عم نحكي واقع. لما تكون أنت في بلد عم يعيش الحرب ست سنين وعم يكون هيدا النفس وهي اللعبة وهي الروح الموحدة ضمن إمكانيات بنرجع نقول محدودة، فهذا بحد ذاته إنجاز. خلينا نوجه يمكن كلمة للمنتخب الوطني سوري نسور قاسيون، بتحب توجهها للاعبين مثل ما قلت كنت تتمنى طبعاً تكون متواجد معهم بملعب في طهران. نحن معهم بقلوبنا ومعهم متابعينهم، إذا ما شافونا نحن عم نشوفهم ونتابعهم. إن شاء الله هيك الله يعطيهم العافية ونقول لهم ألف مبروك على الجهد العالي والجهد المبذول واللي عملتوه بالفعل إبهار مو بس للسوريين، لكل العالم. بسبب المعلق مبارح طول الوقت بيقول لك حرام المنتخب السوري ما يوصل للنهائيات، لك هي يعني المعلق يعني كان طول الوقت بدك تسمع النفس. حتى بنشكر كل العرب الشرفاء اللي كانوا واقفين مع منتخبنا مبارح، والشيء اللي لمسناه وإنا أصدقاء بكل الدول اللي باركونا وشفنا يعني في نوع من الإعجاب إنه الشيء اللي إحنا فيه ببلد صلوا في أزمة أكثر من ست سنوات،
انه نحن هلا عم نعمل هذا الشيء ونتاهل، والمنتخبات اللي صرفت الملايين، خاصه منتخبات بعض المنتخبات الخليجيه صرفت الملايين وعندها كل الامكانيات، ما قدر ترتيبها يطلع خامس او سادس، يعني ما عملت اي فهد انجاز. يعني مثل ما قلت كابتن، يمكن بهي الظروف بهذا الوقت اللي نحن فيه، يمكن هذا الحلم كان مؤجل كثير، حاولنا نوصل له من 1986 اخر صحيح. محاوله لنا بالمكسيك 32 سنه لهلا، يعني كثير هو وقت مر، ولكن ان شاء الله نسور قاسيون مثل ما عادوا هي الفرحه بظل هي الظروف وبظل هي الحرب رح يكملوا، ولوين ما وصلوا وين ما حلقوا نحن معاهم، وهن اشتغلوا كثير، واكيد نحن بكفي المرحله اللي وصلوا لها لهون ايضا هي مرحله جيده. بدنا نشكر حضرتك، خلي اياكم اهلا وسهلا فيكم، ومبروك لكل السوريين على هذا الانجاز، مبروك على جميع الاصعده، ان شاء الله بنشوف سوريا باعلى المراتب باذن الله تعالى. ان شاء الله. الكابتن ماهر سيد سعيدين بوجودك معنا، شكرا كثير كبير لك، واكيد نجدد التحيه لمنتخبنا الوطني السوري لسور قاسيون. نحن كثير فرحانين من امبارح، فاكيد نتمنى لهم التوفيق يا رب، ان شاء الله نتاهل. يعني مثل ما قلنا، مجرد الوصول لهي المرحله هو انجاز وانتصار، فتحيه لكل اللاعبين.